لما بنمر من أمام مدينة الشيخ زايد بيترسخ لدينا إحساس مهم جدا، وهو مدى صلابة العلاقة بين مصر والإمارات، علاقة قوية أزلية. ولكن مدينة الشيخ زايد 25 سنة بتثبت كل يوم إن هي رمز للإخاء، رمز للسكن الجيد، رمز لجذب رؤوس الأموال علشان تكون من أهم المدن المصرية، مش بس على مستوى محافظة الجيزة. بيسعدنا ويشرفنا إن احنا يكون معانا المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد علشان يكلمنا عن اليوبيل الفضي اللي بتحتفل به المدينة، إزاي الأمور هتمشي وإزاي هيكون هذا الحدث المهم في مدينة الشيخ زايد. برحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بيكم. احنا بنرحب بقناة MBC مصر إنه موجودة معانا في يوم جميل زي اليوم دوت، اليوبيل الفضي لمدينة الشيخ زايد. مدينة الشيخ زايد انشئت سنة 95، انشئت بقرار جمهوري على حوالي 8000 فدان. كان في منحة من بنك أبو ظبي للبنية الأساسية للمدينة، فالمدينة الحقيقة انشئت على أحسن أو أحدث بنية أساسية موجودة يمكن تقدر توفر لنا لخمسين سنة رونقها من 95 من ساعة إنشائها. ودوت الحقيقة بفضل المواطنين الموجودين فيها اللي بيحبوها جدا وحبينها. في اليوبيل الفضي كان عندنا أكتر من فعالية موجودة، كان يمكن الصبح كنا بدأنا بماراثون للدرجات وللمشاة، ويمكن سباق كمان وسباق جري. كان عندنا افتتاح مبنى للعيادات الخارجية، والحقيقة احنا فصلنا شوية عن مبنى المستشفى عشان يبقى منفصل، وكان بيشرفنا معالي محافظ الجيزة لافتتاح مبنى العيادات. العيادات هيكون فترتين، ففي فترة مسائية كاملة موجودة فيه. يمكن دي بشرى لمواطنينا وسكان زايد ان احنا عندنا كل التخصصات هتبقى شغالة فترة كمان مسائية. خلال الأيام اللي جاية دي إن شاء الله هيكون عندنا افتتاح أكبر ممشى سياحي موجود، طبعا ده مع مجموعة كبيرة جدا من الحدائق والبرجولات والنفورات. يمكن الممشى دوت هيبقى أكبر ممشى موجود عندنا، طوله 12 كيلو بالكامل. عندنا تاني بقى حاجة جميلة إن احنا بنعملها دلوقتي، احنا بنعمل مدينة للفنون أو ملتقى للثقافة والفنون. الحقيقة احنا في مجموعة في مساحة 6 فدان هنقدر نعمل بعض المباني اللي هيبقى فيها أماكن لتعليم الموسيقى للأطفال لأطفالنا، وتعليم الرسم والنحت. ده كان لقائنا مع السيد مصطفى فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد. اتكلمنا عن تقريبا كل الموضوعات والملفات الخاصة بالمدينة، سواء تطوير هيكون بتشهدوا المدينة الفترة الجاية أو خدمات بالفعل أصبحت في حيز العمل أو حيز التنفيذ. بنشكركم وعودة ليكم مرة تانية في الاستوديو.